بيكم من جديد في برنامجنا، برنامج الطبيب اللي بنتكلم فيه على كل حاجة جديدة، وبنتكلم فيه على ما هو جديد في الطب. يعني مش الطب التقليدي ولا الطب اللي احنا معتادين عليه، اللي هو مثلا دكتور كذا تخصص مش عارفة ايه. لا، احنا دلوقتي بنتكلم في السب سبيشاليتي والتخصصات اللي هي داخل التخصصات الكبيرة، وهنفهم ده كله النهاردة في موضوعنا. موضوع كبير جدا، وهو موضوع الطب الريجنراتيف ميديسن، اللي هو الطب التجديدي اللي عايزين نتكلم عنه. أنا نفسي ما كنتش أعرفه قبل كده، وكنت عايزة أعرف عنه أكتر. فنهاردة دكتور عمرو سعيد، مدرس واستشاري علاج الألم التداخلي بالأكاديمية الطب، ودكتوراه علاج الآلام بالعمود الفقري والمفاصل بدون جراحة، وعضو الجمعية الأمريكية للطب التجديدي اللي هو ريجنراتيف ميديسن، صح؟ تمام. وعضو المعهد العالمي لعلاج الألم، وعضو الجمعية الإيطالية لطب تقويم العظام، وعضو الجمعية المصرية أيضا لعلاج الألم. أهلا بحضرتك. أنا سعيدة جدا بوجودك معنا. أنا أسعد، وأنا ببقى سعيدة جدا بالمواضيع الجديدة. فلما بنتكلم مثلا على ريجينيتيف ميديسن سامثينج، أنا نفسي ما كنتش أعرفه، يعني ما كنتش يعني أعرف عنه حاجات كتيرة. أنا عايزاك الأول تقول لي إيه هو الطب التجديدي. الطب التجديدي هو ريجينيتيف ميديسن، زي ما حضرتك عارفه احنا انتهاج في الطب جديد، ان احنا ازاي نقدر نعالج سبب المشكله، ازاي اعالج، ازاي اوصل للمشكله نفسها، ايه سببها، الالتهاب دوت ايه المسبب ليه، فاقدر اعالج السبب دوت، فاقدر اخد بالعيان اوصل بيه لرحله العلاج ورحله الهيلينج اسرع. هي دي فكره الطب التجديدي. الريجينيتيف ميديسن هو برانش مش جديد، يعني هو بقاله كتير بره. احنا يمكن الحمد لله بدانا نطبقه هنا، بدا يحصل ان في ابلكيشن ليه هنا في مصر معانا. ازاي نحط التقنيات العلاجيه ديت، وازاي نشخصها، وازاي نشخص المريض صح، فابتدي احطه على بروتوكول العلاجي السليم، ان انا اوصل بيه للعلاج باسرع وقت، لان نازل كل ما اقصر فتره العلاج كل ما هاخد نتيجه علاجيه سريعه. ايه المريض اللي بيستفيد من الريجينيتيف ميديسن؟ كل الناس. يعني الريجينيتيف ميديسن هو مناسب لاي حد. اولا هو طبيعه، انا بعمل طبيعه الجسم. انت عارف حضرتك طبعا، حضرتك في حاجه اسمها لما يحصل التهاب ما او اصابه ما، اصابه في اي مكان، جزع مثلا، اصابه في العمود الفقري، الانزلاق الغضروفي، او اي اصابه ما، في ان ممكن الجسم بيحاول يعالج نفسه. احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فينا القدره على العلاج، فينا الجهاز المناعي قوي، يروح يعمل ترميم، يعمل بناء، يعمل حاله من الريمودلينج اللي هو الالتئام، فاوصل للهيلينج والاستشفاء اسرع. بدليل ان مثلا لو عيان لا قدر الله حصل له كسر، مش كسر بيلتئم بناء على الجهاز المناعي بتاعنا، لو العيان ده مثلا عنده اصابات تانيه بتاخر شويه، مثلا مريض سكر، مريض سمنه، مريض عنده اي سبب يخلي الهيلينج ده متاخر، فهو ممكن ساعتها يبتدي يشتكي. لكن حتى ده بتقنيات علاج الريجينيتيف ميديسن او بتقنيات علاج الطب التجديدي بنقدر نعالجه. احط له مواد علاجيه من جسمنا، مشتقه من الجسم نفسه. يعني ايه؟ يعني ممكن احط الجلوكوز اللي هو غذاء الخليان، عباره عن جلوكوز والاكسجين. الاكسجين يعني ده عباره عن حقن برضو، يعني بتحقن حاجات معينه حسب الحاله. ما اقول لحضرتك انا حسب الحاله. خلينا ناخد حاجتين مثلا، اتنين عالم الالم بيبقى فيها رهيب جدا، وهو العمود الفقري او المفاصل. تمام. فعايزاك تاخد لي بقى واحده واحده كده. مثلا لو قلنا مثلا مريض جالك دلوقتي، وعلى فكره بقت اعمارهم بقت مختلفه، يعني بقى بيجي لك مثلا اعمار من الثلاثينات وعشرينات كمان، لان بيلعبوا وبيستقوا على نفسهم في الجيم، وبالتالي ولغايه ما بيبقى راجل مسن. دي حقيقة. فانا عايز اعرف بقى مع حضرتك هتعالج مثلا العمود الفقري ده ازاي؟ العمود الفقري ممكن يجي لي مثلا شاب بيلعب في الجيم، فشل غلط، حصل له اصابه، الاصابه ديت تمثل مثلا زي الانزلاق الغضروفي مثلا، او اصابه في الاوتار، او اصابه في اوتار العمود الفقري، او في المفاصل جار الفقرات، او العضلات. ما جيتش جنب الاعصاب، يعني حضرتك بتتكلم عن الاعصاب. انا بتكلم حضرتك ان حصل مثلا، هو شال غلط، حصل له مشكله في العضلات بدايه اسباز، او حصل مشكله تمام على المفاصل جار الفقرات، او حصل مشكله ادى الى انزلاق غضروفي. دي الصوره دي بتوضح الانزلاق الغضروفي. دي انزلاق غضروفي بتوضح كده، ده ماكيت بيقول لنا مثلا لو الانزلاق الغضروفي لمس العصب. لمس العصب هنا ان هو مشهور قوي عند الناس ان هو اسمه عرق النسا، او اللي هو بيقول لك انا عندي عرق النسا. وعلى فكره اسمه مش اسمه ما اسموش عرق نسا، اسمه عرق النسا، لان هو سمي قديما دي تسميه سياتيكا. ليه؟ لان هو العصب السياتيكا دوت هو خارج من الاعصاب 4 و5، والاعصاب الساكره زي ما حضرتك عارفه ليه مسار بيمشي فيه طبيعي، ممكن يحصل له
اختناق ممكن يحصل له، ان انزلاق غضروف في اي وقت أدنى. في اي موقع منهم يعني، او ممكن يتخنق نتيجه شد عضلي في العضلات نفسها، او اصابه في العصب في مش لازم اي الم يعني، في بنقول عليه كده بنقسمه عرق نسا حقيقي يعني جاي فعلا نتيجه انزلاق غضروفي، او نتيجه مشكله في الفقرات، او عرق نسا كاذب ده جاي من مشكله خارج القناه العصبيه وما بعد القناه العصبيه. ريفيرد بين اللي هو بالظبط اللي هو الوجع. اشهر حاجه ومش موجود عند معظم الناس، يمكن 30% من الناس ممكن يكون عندهم مشكله ديت، الم اسفل الظهر نتيجه مفصل الحوض الخلفي او اللي هو بنقول عليه ساكرو إليك جوينت. ده بيمثل لي وممكن يعمل لي اعراض زي اعراض السياتيكا بالظبط. هو ما فيش انزلاق غضروفي، يجي العيان معاه رنين والرنين ما فيهوش اي حاجه، ومشكلته فين؟ مشكلته في مفصل الحوض الخلفي، او مشكله في العضله اسمها عضله البايروفورمس، او اللي هي اللي بنقول عليها العضله الكمثريه بالعربي يعني، او مشكله في مفصل الحوض فبالعصب في مساره حصل التهاب. طيب انا هعالجه ازاي بقى بالريجنريتيف ميديسن؟ لان الناس عامه الناس بتقول ان انا اي عيان عنده انا هعمل له حقن، ده معناها ان انا هعمل له حقن كورتيزون. الكلام ده غلط، الكلام دوت مش صح. اولا الحقن الكورتيزون ليه مضاعفاته وليه اسبابه وليه حالاته، فاحنا دوت مش هنبص عليه. الريجنريتيف ميديسن او الطب التجديدي اوجد لنا بقى حلول تانية، ان انا اسرع الالتئام، اعالج الالتهاب، احط مواد علاجيه تغذيه، اغذي المكان، ازود البلاد سبلاي المكان، ازود الدم الواصل والتدفق الدم الواصل بالمواد ديت زي الجلوكوز، زي الاكسجين، الاكسجين النشط، زي المغنيسيوم، زي عوامل النمو المستخلصه من المريض نفسه، او ممكن احط نانو تكنيك، حاجات نانويه. يعني ايه حاجات نانويه؟ اسمه حقن النانو، ان انا احط حاجات تزود فعاليه المواد اللي انا هحطها فاخد نتيجه علاجيه. طبعا عرق الناس لما بيجي عند المريض هو بيسمم له الم، ما يعرفش نمشي بالظبط كده زي ما الناس شايفه، ممكن يكون الالم جاي من الركبه وهو سببه عرق نسا. يعني بيسمع في مفصل الركبه، ودي كتير جدا بنشوفها ان المريض يقول لي عندي مشكله في الركبه، وده بيكون نتيجه انزلاق الغضروفي زي ما المكتب بيشرح. طيب العيان دوت يجي يقول انا راح ابتدت اشاره الالم تتنقل وتروح على المخ، المخ ده يبتدي يحط لنا خطه دفاعيه. هو الالم ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، نعمه فعلا ان هو يقول للعيان او يدينا اشارات للعضلات ديت لا ما تتحركيش، لا حافظي على المكان، العصب المصاب ده لازم ننقذه، ما ينفعش ان انا ازود فيه الاصابه اكتر من كده، ما ينفعش ان انا ازود فيه الالتهاب اكتر من كده. طيب هل كل عيان عنده انزلاق غضروفي ده يبقى خلاص يروح يعمل عمليه؟ الكلام ده غلط برضو. العالم كله بيتجه الى التدخلات، ان ممكن تخيل حضرتك ان ممكن 90% من مشاكل العمود الفقري احنا نقدر نعالجها تداخليا. تداخليا يعني ايه؟ بابره. يعني ابره مش كورتيزون. بالظبط. مش كل حاجه تتحقن تبقى اسمها كورتيزون. بالظبط دي بقى اللي هي الحاجات الاليمنتس اللي انتم بتدخلوها دي، اللي هو ده اللي اتعلمناه في الريجنريتيف ميديسن. اللي اضافه لنا الريجنريتيف ميديسن ان هو وجد لي حل ان المريض ما ينفعش ياخد كورتيزون، لان حتى ثبت علميا بالايفيدنس بيست ان معظم الناس اللي بتعمل حقن الكورتيزون على العمود الفقري او في الاعصاب بيحصل لهم مضاعفات، بيحصل لهم هايبرتوفي. لا حاجه انا العيان ده هايبرتوفي على مستوى الليجمنت في اربطه حوالين المخ، تتضخم. ايوه تتضخم، فمشكله الضيق تزيد. بالظبط. فالحل مش ان انا احط استرويد، لا، في مواد الريجنريتيف ميديسن اوجد لنا بقى مواد تانية اقدر استخدمها واقدر احطها كعلاج للمشكله دي. بتاخد وقت قد ايه؟ بص حضرتك لو قلنا، انا دايما بقول للمريض لو انت عندك مشكله ديت هتاخد مثلا شهر في العلاج، احنا بالريجنريتيف ميديسن طرق التجديد اقدر اخدها في فتره اقل، عشانها بتساعد، احنا بنساعدك على انها تلتئم. انا بدي لك الحاجات اللي هي السبلمنت الحقيقيه الموجوده اصلا بزودها بحيث ان هي تساعد اكتر. بالظبط كده، بزود الجيش يعني. ايوه ببعت لك شويه من الجيش، اقوي الجهاز المناعي. بالزبط. احط الجهاز المناعي على سبيل المثال، مثلا ان هاخد في ناس مثلا يقول لك ده حقن بلازما، او هو مش برضه البلازما ليها مضاعفاتها، يعني مش هو كل عيان مثلا انا هحقن بلازما وده الكلام ده برضه خاطئ. انت حطيت ايه من البلازما؟ وانت حطيت بلازما كلها اللي هي فيها بقى ايه، فيها جهاز مناعي، فيها خلايا دم بيضاء، فيها كذا حاجه ممكن تسبب لنا مشكله، مش هو ده العلاج. لا انا ممكن اخد بقى جزء من الصفائح مثلا، فيها البلازما دي عباره عن صفائح دمويه اللي فيها الخلايا الجروس فاكتور الجذعيه. انا ما وصلتش الخلايا الجذعيه، انا ده كمان ابسط من دوت. احنا لسه في الجروس فاكتور، ان هي عوامل النمو، ان انا احطها اللي الجسم بيحتاجها عشان يعالج نفسه، فاحطها في مكان المشكله او مكان الالم فاسرع من الالتئام بتاعه.